حين وصلنا إلى هذه النقطة لا بد من الإشارة إلى موضوع مهم لا يذكر في أجواء الثقافة الشيعية لكنه منتشر بشكل واضح في الكتاب الكريم وفي أحاديث العترة وأدعيتهم وزياراتهم الشريفة سلاسل الامامه الامامه التي هي من شؤون ائمتنا تعنون بمجموعه من السلاسل سلسله الامامه الام الاصل وبتعبير واضح سلسله الائمه محمد وال محمد اعني محمدا وعليا وفاطمه انهم ائمه الائمه ومن بعد فاطمه فان الائمه ابناؤها من الحسن المجتبى إلى القائم المهدي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. محمد صلى الله عليه وآله هو إمام الأئمة من علي إلى القائم. وعلي إمام الأئمة من فاطمة إلى القائم. وفاطمة إمام الأئمة من الحسن المجتبى إلى القائم. هذه سلسلة الإمامة الأم، السلسلة الأم، السلسلة الأصل وبتعبير آخر سلسلة الأئمة محمد وآل محمد. هذه السلسلة واضحة وواضحة جدا إن كان ذلك في آيات الكتاب الكريم بتفسيرهم لا شأن لي بتفسير نواصب سقيفة بني ساعده ولا شأن لي بتفسير نواصب اتحدث عن نواصب الشيعة كما يصفهم إمامنا الصادق في رواية التخليد حين تحدث عن أكثر مراجع التخليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى فوصفهم بالنواصب ولا شأن لي بتفسير نواصب سقيفه بني نجف بحسب قرانهم المفسر بتفسيرهم بحسب احاديثهم بحسب ادعيتهم وزياراتهم فان الحديث عن هذه السلسله حديث واضح وجلي وبين هناك تسليط ضوء اكثر بالنسبه للثقافه الشيعيه لا بالنسبه لثقافه العتره بالنسبه لثقافه العتره هناك تسليط ضوء بشكل واضح بخصوص السلسله الاولى لكن الائمه اهتموا بخصوصيه معينه بالسلسله الثانيه وهي سلسله الائمه الاثني عشر والتي نجد وصفها في كلماتهم بسلسله الائمه الاوصياء إنهم الأئمة الأوصياء. قطعا هذه العناوين لا علاقة لها بالحقائق الذاتية للأئمة. إنها مقامات عارضة بحسب حاجات العباد. بحسب حاجات الخلق والناس. سلسلة الأئمة الأوصياء فاطمة ليست عنوانا في هذه السلسلة كما أن محمدا صلى الله عليه وآله ليس عنوانا في هذه السلسلة فهم أوصياؤه وفاطمة هي القيمة على الدين فلذا فإن اسم فاطمة لا يرد في هذه السلسلة كما أن اسم محمد الذي هو امام الائمه طرا لا يرد اسمه في هذه السلسله سلسله الائمه الاوصياء سلسله الائمه الاثني عشر ونسبنا الى هذه السلسله فنحن الشيعه الاثنى عشريه هذه السلسله صار التركيز عليها لما لشؤونها من علاقه بالاجواء السياسيه والاجتماعيه والتبليغ الديني لان التبليغ الديني يصدر عن هذه السلسله وحينما اتحدث عن التبليغ الديني فان الحديث يذهب مباشره الى العلوم والمعارف الدينيه تواصل الناس مع هذه السلسله للتبليغ الديني وفيما يرتبط بالاوضاع الاجتماعيه التي كانوا يعاصرونها وما كان لهم من تاثير عليها والاهم من كل ذلك ما يرتبط باوضاع الحكومه والسياسه فانظاروا الطرف الناصبي الحاكم الى هؤلاء الاوصياء ولذا حينما يستشهد امام من ائمتنا يبداون بالبحث عن وصيه انا لا اريد ان احدثكم عن التاريخ بكل تفاصيله المقام مقام ايجاز فهذه سلسله الائمه الاوصياء ما ورد من روايات من زاد فيها واحدا من نقص فيها واحدا فقد خرج من الدين بخصوص هذه السلسله لا بخصوص كل سلاسل الامامه فان سلسله الائمه اصحاب الكساء محمد علي فاطمه حسن حسين فهل ناتي بتلك الاحاديث التي تقول من زاد اماما او من نقص اماما من الائمه الاثني عشر فانه قد خرج من الدين هذه سلسله بحدودها وتلك سلسله بحدودها ولكل سلسلة من هذه السلاسل خصائصها وشؤونها مشكلتنا ان ثقافتنا لم تكن قد استخرجت من منابعها الاصليه من قرآنهم المفسر بتفسيرهم ومن حديثهم المفهم بتفهيمهم مشكلتنا ان مراجع الشيعه انشاوا الثقافه الشيعيه وفقا للايقاع الناصبي فبما ان النواصب يهتمون بشان الخلافه وامر الحكومه فصار تسليط الضوء على سلسله الائمه الاوصياء وهذا الامر كان موجودا في زمان الائمه هناك تسليط ضوء على هذه السلسله ولكن في نطاق ضيق كثيرون من الشيعه ما كانوا يعرفون اسماء الائمه في هذه السلسله من عامه الشيعه بل حتى من خواص الشيعه كانوا ينتظرون استشهاد الامام حتى يعرفوا الامام الذي ياتي من بعده لا اتحدث عن الجميع هناك من خواص الشيعه وربما حتى من عوامهم من كان عارفا باسماء الائمه الاثني عشر من خلال الاسباب التي توفرت له فوصلت اليه المعلومات هذا موضوع مفصل لكننا اذا اردنا ان ندقق النظر في احوال الشيعه زمان الائمه فان كثيرا من الشيعه ما كانوا على علم باسماء الائمه في هذه السلسله اكثر علم الشيعه بالائمه اصحاب الكساء كانوا يعلمون باسم محمد وعلي وفاطمه وحسن وحسين وفاطمه ما كان هناك من حديث عن امامتها الا بلغه المعاريض الا باسلوب لحن قولهم الخاص من هنا قال الائمه صلوات الله عليهم من انهم لا يعدون فقهاء الشيعه الذين هم فقهاء بنظر الشيعه لا يعدونهم فقهاء بنظرهم صلوات الله عليهم حتى يعرفوا معارض كلامهم حديثي عن امامه فاطمه حديث مستغرب هذا الموضوع لم يطرح على طول تاريخ الغيبه الكبرى ما قبل الغيبة الكبرى كان الزمان زمان تقية شديدة لكن بعد انتهاء الغيبة الصغرى وابتداء الغيبة الكبرى كان من المفترض أن تطرح هذه الحقائق لو أن مراجع الشيعة لو أن فقهاء الشيعة ذهبوا باتجاه منابع الاصيله لثقافه العتره وتعاملوا معها وفقا لمنهج المعاريض الذي وضعه الائمه لنا فقهاء الشيعه ركضوا الى النواصب مثلما قال لهم صاحب الامر في رسالته الى الشيخ المفيد في السنه العاشره بعد الاربعمائه للهجره يخاطب أكثر فقهاء الشيعة وأكثر مراجع الشيعة مذ جنح كثير منكم جنحوا مالوا واتجهوا مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة ماذا فعلوا مراجع الشيعة ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون أي عهد بيعه الغدير في ان الثقافه والعقيده والدين يؤخذ من هذين المنبعين من القران بتفسيرهم فقط ومن حديثهم بقواعد تفهيمهم فقط مراجع الشيعه عبر تاريخ عصر الغيبه الكبرى رفسوا كل ذلك بارجلهم وداسوه باحذيتهم وكلما تقدم الزمان ازداد الأمر سوءا حتى وصلنا إلى زماننا هذا فالمراجع المعاصرون هم الأسوأ بالقياس للذين سبقوهم في هذا الأمر وهذه القضية أثبتها لكم بالحقائق والوثائق والدقائق عبر مئات ومئات ومئات من الساعات وكل ذلك يعرض عبر هذه الشاشه ومتوفر على الشبكه العنكبوتيه اذا كنتم تبحثون عن الحقيقه فان الحقيقه قد بينت وطرحت بالادله والبراهين والحقائق والوثائق لا اريد ان اتشعب كثيرا في هذا الموضوع أعود إلى سلاسل الإمامة سلسلة الإمامين الوالدين محمد وعلي إذا ما رجعنا إلى الكتاب الكريم المفسر بتفسيرهم وإلى أحاديث العترة وأدعيتهم وصلواتهم وزياراتهم أعني بصلواتهم أدعية الصلوات على محمد وآل محمد اذا ما رجعنا الى كل ذلك فاننا سنجد مساحه واضحه بالحديث عن هذين الامامين فقط عن محمد وعلي انها سلسله الامامين الوالدين انهما والدا هذه الامه ابوا هذه الامه وهناك سلسله ائمه الائمه محمد وعلي وفاطمه هناك مساحه واضحه في ثقافه العتره الطاهره في قرانهم المفسر بتفسيرهم وفي حديثهم المفهم بتفهيمهم هناك مساحه واضحه لائمه الائمه وحديث مفصل عنهم فقط عن هؤلاء الائمه فهذه سلسله قائمه بنفسها سلسله ائمه الائمه محمد وعلي وفاطمه هناك حديث وتفصيل وثقافه وعقيده ومعرفه بسلسله الائمه اصحاب الكساء محمد وعلي وفاطمه وحسن وحسين مساحه واسعه ما بين الايات والاحاديث عن هذه السلسله وبشكل خاص ومنها ما يرتبط بعوالم الغيب وبدايات النشاه ومنها ما يرتبط بيوم القيامه ومنها ما يرتبط ما بين هاتين النشاتين ما بين هاتين المرحلتين ما بين المبدا والمعاد وهناك سلسله الامامين القائمين القاعدين هناك مساحه من الايات والاحاديث تتعلق بالحسن والحسين فقط وهذا امر واضح لمن اراد ان يعود الى قرانهم المفسر بتفسيرهم والى حديثهم المفهم بتفهيمهم وهناك سلسله الائمه من العتره الحسينيه من السجاد الى القائم صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين وهناك سلسله الائمه الاثني عشر وهناك سلسله الائمه الاربعه عشر هذه السلاسل موجوده وهناك غيرها تحدث عنها القران ساضرب لكم امثله من القران بحسب تفسيرهم بعيدا عن تفسير نواصب سقيفه بني ساعده ونواصب سقيفه بني طوسي بني نجف. اتحدث عن نواصب سقيفه بني طوسي انهم نواصب الشيعه انهم المقصرون هذه مصطلحات محمد وال محمد ما هي مصطلحاتي؟ إذا ذهبت بكم إلى سورة التوبة والى الآية السادسة والثلاثين انها تشتمل على سلسلتين من سلاسل الإمامة آية صريحة بحسب تفسيرهم صلوات الله عليهم إن عدة الشهور عند الله إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم ذلك الدين القيم فهل ان شهور السنه الشمسيه القمريه الفارسيه الصينيه الهنديه العربيه هل شهور هذه السنين دين قيم بحسب تفسيرهم هذه رموز واشارات للائمه الاثني عشر ان عده الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله هذه سلسله الائمه الاثني عشر روايات وفيره عندنا لا اجد مجالا لان اقرا عليكم هذه النصوص روايات وفيره كثيره في ان الايه في سلسله الائمه الاثني عشر الآية نفسها ذكرت سلسلة أخرى: إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم سلسلة الأئمة الحرم من هم؟ علي بن أبي طالب علي السجاد علي الرضا علي الهادي هذا الكلام ما هو من عندي من رواياتهم من احاديثهم من تفسيرهم الذي بايعنا عليه في بيعه الغدير ان نفسر قرانهم بتفسيرهم فهذه الايه واضحه تشتمل على سلسلتين من سلاسل الامامه السلسلة الأولى سلسلة الأئمة الإثني عشر إن عدة الشهور عند الله اثني عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها من هذه السلسلة أربعة حرم ذلك الدين القيم علي المرتضى علي السجاد علي الرضا علي الهادي لماذا؟ هذا موضوع بحاجة إلى شرح لكنني سأوجز الجواب. سبحانه وتعالى تجلى أولا بجماله قبل جلاله رحمتي سبقت غضبي ومن هنا تجلت الحقيقة المحمدية. وتجلى بجلاله بعد ذلك فكانت بعد الحقيقه المحمديه الحقيقه العلويه وتجلى فيها باسمه الاعلى العلي العظيم تجلى جلال الله بهذا الاسم هذا ما هو من عندي هذه مضامين رواياتهم وأحاديثهم وأنا لا أجد وقتا كي أورد لكم النصوص أعطيتكم ضمانا أني سأحاول قدر الإمكان أن لن أخرجكم من سياج ثقافة العترة الطاهرة ربما اخطئ ربما اشتبه بسبب اثار الثقافه القذره التي اودعها مراجع النجف في راسي فلا زالت قذارات هؤلاء المراجع موجوده في راسي قذارات حوزه النجف قذارات مراجع الشيعه منذ بدايات عصر الغيبه الكبرى والى الان تلك القذارات موجوده هنا فماذا أصنع لها أحاول قدر الإمكان أن أتخلص منها لكن هذا الأمر ما هو بأمر هين ولا أظن أنني سأستطيع الخلاص منها بالكامل أعطيكم ضمانا أني لن أخرجكم من سياج ثقافة العترة الطاهرة لكنني لا أعطيكم ضمانا من أنني لن أتفوه ولن يصدر عني من تلكم القذارات فلربما يتسرب هذا في غفله مني من دون التفات وفي نسيان وفي ضياع انه الضياع البشري الذي نعيشه ولقد جر علينا هؤلاء المراجع جرت علينا حوزه النجف في منهجها القذر من الثقافه القذره الوسخه التي هي في غايه البعد عن محمد وال محمد، لا شان لي بهم فليذهبوا مع قذارتهم الى الجحيم. اعود الى كتاب الله، فهذه الايه تتحدث عن سلسله الائمه الاثني عشر وعن سلسله الائمه الحرم الجمال فضاؤه الحب فضاؤه العشق فضاؤه المودة هذا هو فضاؤه فضاء الجمال إنني أتحدث عن العشق بثقافة العترة لا بثقافة الصوفية الذين يخالفون محمدا وال محمد، لأن الصوفية اشتهروا بهذا المصطلح، لكن هذا المصطلح موجود في ثقافتنا، في ثقافة العترة الطاهرة، أنني أتحدث عن العشق بموازين العترة الطاهرة، لا بموازين الصوفية وعرفاء الشيعة، لا شأن لي بهؤلاء. الجمال فضاؤه، الحب والعشق والموده الى بقيه العناوين في هذا الاتجاه اما الجلال ففضاؤه الهيبه والخشيه والتقديس التحريم هو التقديس أربعة حرم أربعة في أفق القداسة والتقديس حين نقول المسجد الحرام يعني المسجد المقدس هذا المراد من الحرام التحريم التقديس والتنزيه ولذا نقول لها تكبيرة الاحرام تكبيرة التحريم فقد دخلنا في الموضع المقدس من هنا بدأت الصلاة الواجبة وهنا دخلنا في مرحلة مقدسة فلا يجوز الالتفات عن القبلة ولا يجوز الهزل والضحك والعبث ولا يجوز الكلام الذي لا علاقه له بالتقديس والتنزيه والتسبيح ولا يجوز ولا يجوز دخلنا في دائره القداسه من هنا يقال لها تكبيره الاحرام تكبيره التحريم ومن ان الصلاه تبدا بالتحريم وتنتهي بالتسليم الصلاه الواجبه تبدا بالتحريم وتنتهي بالتسليم هكذا علمونا هذا هو كلامهم صلوات الله عليهم فالتحريم هو التقديس منها اربعه حرم فان الائمه هؤلاء مجالي ظاهره وواضحه لهذا الاسم العلي العظيم، هؤلاء مجالي لهذا الاسم، لا يخفى عليكم حين نتحدث عن الجمال والجلال، فإن الجمال يستبطن الجلال، وإن الجلال يستبطن الجمال، وحينئذ سيكون المعنى في حقيقته واحدا لكن المظاهر هي التي ستختلف تجليات نشاتها والا فان اسم الرؤوف يستبطن الجلال وان اسم الجبار يستبطن الجمال وهكذا كل معاني الجمال الالهي تستبطن معاني الجلال الالهي وهكذا فإن الجلال الالهي يستبطن الجمال الالهي وهذا المعنى واضح في دعاء البهاء فمثلما نخاطبه اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله نخاطبه اللهم إني أسألك من جلالك بأجله والخطاب الى جهه واحده الى وجهه الذي يتجلى فيه اجمل الجمال واجل الجلال لكن هناك نشات وهذه النشات تظهر تتجلى بمظاهر وتجليات بحسب حكمتها وبحسب حاجه الخلق الى ذلك هناك تكامل بين كمال الخالق وبين حاجه المخلوق وهذا يظهر عبر تجليات الاسماء الحسنى التي تتجلى في وفيكم ايضا في كل مخلوق بحسبه لكن الحديث هنا عن المجال الاعظم عن التجليات الكبرى فهذه العناوين هي مرايا للجلال الالهي الاعظم الذي يلخص بهذا العنوان العلي العظيم هذا هو الاسم الذي اشتق منه اسم علي امير المؤمنين واشتقت اسماء الائمه الباقين انهم العليون الحرم هذه ثقافتهم هذا الكلام ما هو كلامي إذا كنتم تستغربون فإن المشكلة فيكم وأساس المشكلة فيكم هو أن ثقافتكم ثقافة ناصبية قذرة أخذتموها من مراجع النجف عبر الفضائيات وعبر كتبهم ووكلائهم وخطبائهم تلك هي مشكلتكم فماذا أصنع لكم؟ غاية ما أستطيع أن أفعله في خدمتكم أن اضع بين ايديكم ما استطيع ان اضع من هذه الثقافه الطاهره طهروا عقولكم من اوساخ الثقافه النجسه من اوساخ ثقافه حوزه النجف وكربلاء وزينوها بثقافه محمد وال محمد صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين فهذه الايه تتحدث عن هذه السلاسل ولذلك تقول ذلك الدين القيم هو هذا الدين القيم سلاسل الامامه الامامه في سلاسل الحديث عن سلسله واحده هذا من غباء مراجع النجف الذين ضبطوا العقيده وفقا للايقاع الناصبي فان الائمه صلوات الله عليهم مثلما حدثونا عن سلسله الائمه الاثني عشر حدثونا عن السلاسل الاخرى صحيح ان كما كبيرا من الاحاديث عندنا الان ولكنه جمع عبر فترات زمنيه مختلفه لو ان احدا من المحدثين جمع الاحاديث لبقيه تلك السلاسل لوجدت لو كتب خاصة بهذه السلاسل أيضا فإن أمر السلاسل هذا واضح جدا في أحاديث العترة الطاهرة التركيز على سلسلة الأئمة الاثنى عشر هذا التركيز جاء كما قلت لكم لاهتمام الناس بهذه الامور بالجهه السياسيه بالجهه الاجتماعيه بجهه التبليغ الديني ما يرتبط بالعلوم والمعارف الدينيه نذهب الى فاصل الكتاب الذي بين يدي هو الجزء التاسع والتسعون من بحار الانوار لشيخنا المجلسي رحمه الله عليه والطبعه هذه طبعه دار احياء التراث العربي في الصفحه الرابعه والخمسين انني اقرا عليكم من الزياره الجواديه زياره مرويه عن امامنا ابي جعفر الجواد صلوات الله وسلامه عليه يزار بها امامنا الرضا امامنا الثامن وهي زياره جميله جدا من زيارات امامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه ماذا جاء في زياره الجواديه السلام على من لم يقطع الله عنهم صلواته في اناء الساعات السلام على من لم يقطع الله عنهم صلواته في آناء الساعات وبهم بهم 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 سكنت السواكن وتحركت المتحركات إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم يوم خلق السماوات والارض حيث تسكن سواكن وتتحرك متحركات بهم 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 وبهم سكنت السواكن وتحركت المتحركات الى ان تقول الزياره الجواديه الشريفه السلام على شهور الحول منطق واحد هذه الزياره ضعيفه بحسب مراجع النجف ومن اضعف الزيارات بحسب قذارات منهج حوزه النجف تلاحظون التطابق الواضحه ما بين قرانهم واحاديثهم التفسيريه وما بين زياراتهم الا لعنه على منهج حوزه النجف الا لعنه على علم الرجال الا لعنه على علم الكلام السلام على شهور الحول وعدد الساعات وحروف لا اله الا الله في الرقوم المسطرات لا اله الا الله إذا ما عددتم حروفها فإنها إثنى عشر حرفا إنها حروف سلسلة الأئمة الأوصياء السلام على شهور الحول وعدد الساعات وحروف لا إله إلا الله في الرقوم المسطرات حديث عن الرموز حديث عن الاشارات والرقوم الكلام طويل والحديث طويل لو كانت هذه الثقافه هي التي انتشرت وهي التي تعمقت في عقولنا لكانت احوالنا احوالا اخرى لكن ماذا نصنع لاولئك الاغبياء الذين اتخذهم الشيطان حميرا واتخذونا حميرا عندهم هم حمير للشيطان ونحن حمير لهؤلاء المراجع فصارت هذه الثقافه ثقافه غريبه عن الواقع الشيعي بينما هذه الحقائق تنتشر ما بين قرانهم المفسر بتفسيرهم لا بتفسير نواصب سقيفه بني ساعده ولا بتفسير نواصب بني طوسي في النجف بحسب تفسيرهم صلوات الله عليهم هذه الثقافه منتشره في قرانهم وفي حديثهم وفي ادعيتهم وزياراتهم حتى حينما يتحدث متحدث انا او غيري يحولون فيما بينكم وبين ان تنصتوا لهذا المتحدث يمنعونكم يصنعون لكم الاسباب الكثيره كي يقطعوكم ان تتواصلوا مع حديث اهل البيت انا لست مهما ان تتواصلوا معي او ان تقاطعوني انا لا قيمه لي وانا لا اريد من احد منكم شيئا ابدا انا في غنى عنكم ولا ابالي بكم من اولكم الى اخركم لانني لست محتاجا لشيء من عندكم وظيفتي اؤديها هؤلاء يريدون ان يقطعوكم عن حديث العتره وليس عني لانكم اذا اطلعتم على حديث العتره ستكتشفون الخديعه التي خدعونا بها منذ بدايه عصر الغيبه الكبرى والى الان هؤلاء ضحكوا علينا هؤلاء هم مضحكه اعني مراجع النجف من المرجع الاعلى فما دون منذ بدايه الغيبه الكبرى والى الان مضحكه للنواصب ولابليس وصنعوا من اجدادنا وابائنا ومنا مضحكه لهم ولاولادهم واصهارهم يستحمروننا يجعلوننا حميرا وبغالا لهم ولاولادهم واصهارهم ويملؤون رؤوسنا بقذارات نواصب السقيفه وقذاراتهم هم التي استنتجوها من خلال ما كرعوا في العيون الكدره القذره التي نهانا عنها امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هذه ثقافة العترة الطاهرة السلام على شهور الحول وعدد الساعات وحروف لا إله إلا الله في الرقوم المسطرات السلام على إقبال الدنيا وسعودها آل محمد صلوات الله وسلامه عليكم أعود إلى الآية السادسة والثلاثين من سورة التوبة واضحة هناك سلسلة الأئمة الاثني عشر إنها سلسلة الأئمة الأوصياء فاطمة لم يوصي إليها محمد ولم يوصي إليها علي محمد اوصى الى علي وعلي اوصى الى حسن وهكذا ففاطمه ما هي من سلسله الائمه الاوصياء لا يعني انها ليست بهذه المنزله ابدا هي امام وحجه على سلسله الاوصياء من ولدها من الحسن المجتبى الى القائم المهدي لكن الواقع الذي يحيط بامر الدين في هذا العالم الترابي كان لفاطمه صلوات الله وسلامه عليها كان لها القيمومه عليه فهي قيمه على الدين وعلى اهل الدين ولذا فلم تكن وصية لأن قيمومتها ستصاحب الأئمة جميعا فما هي بوصية عن إمام من هؤلاء الأئمة ولذا لا يدرج اسمها في سلسلة الأئمة الأوصياء هؤلاء الذين يتحدثون من أننا نعرف أن الأئمة اثنى عشر ومحمد ماذا تقولون عنه؟ محمد هو امام الائمه حينما نتحدث عن الائمه الاثني عشر نتحدث عن سلسله من سلاسل الامامه لكنكم ارتبطتم بهذه السلسله فقط لان مراجع النجف ضبطوا ايقاع الثقافه الشيعيه وفقا لثقافه النواصب والنواصب اهتموا بهذا الموضوع لماذا؟ لان الائمه الاوصياء هم في مواجهه خلفائهم وائمتهم هذه هي الحكايه والا فان سلاسل الامامه واضحه في الكتاب الكريم وهذا مثال من الامثله الواضحه ان عده الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم هذا هو دين الإمامة وهذه سلاسل الإمامة الدين القيم ليس بسلسلة واحدة وإنما بالسلاسل بسلاسل الإمامة فهاتان سلسلتان سلسلة الأوصياء الاثني عشر وسلسلة العليين الحرم انه حرم الجلاله والقداسه الالهيه حيث الجلال الالهي في اكمل نشاته يتجلى في وجه علي بن ابي طالب ومن بعده كان التجلي في سلسله الائمه الاوصياء في علي سجادهم وفي علي ثامنهم وفي علي الهادي والنقي في امامنا العاشر في سلسله الائمه الاثني عشر صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين ومن سوره التوبه من سوره التوبه اذا ما ذهبنا إلى سورة الأحزاب وإلى الآية الثالثة والثلاثين بعد البسملة من هذه السورة إنها آية التطهير فآية التطهير نزلت وما يرتبط الأمر بحديث الكساء اليماني اختصت في عنوانها الأول بمن بالائمه اصحاب الكساء محمد علي فاطمه حسن حسين هذه سلسله الائمه اصحاب الكساء فايه التطهير تتحدث عن هذه السلسله نعم تتحدث عن السلسله الام عن المعصومين الاربعه عشر في افق اخر والا في الافق الاول فان الحديث هو الذي جرى في واقعه الكساء اليماني فهؤلاء هم الائمه اصحاب الكساء سبحانه وتعالى في حديث الكساء كيف شخصهم فاطمه وابوها هو هذا النص يكفي للدلاله على امامتها ولا حاجه لكل هذا الحديث ولهذه التفاصيل كلمه الله هذه تكفي لاثبات امامتها بنص من الله من هم الذين تحت الكساء حينما سال جبرائيل فجاء الجواب من الله هم اهل بيت النبوه ومعدن الرسالة. معدن الرسالة. معدن الرسالة يعني الإمامة. معدن الرسالة أصل الرسالة، فأصل الرسالة الإمامة. وأصل رسالة محمد وأصل نبوة محمد إمامة محمد صلى الله عليه وآله. اصل الاصول في كل هذه الامور امامه محمد صلى الله عليه واله. انما يريد الله ليذهب عنكم الرس اهل البيت ويطهركم تطهيرا انها سلسله الائمه اصحاب الكساء صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. ومن سورة الأحزاب إلى سورة الفجر والفجر وليال عشر والشفع والوتر إذا أردنا أن نعود إلى أحاديثهم التفسيرية وذهبنا في جولة ما بين أحاديثهم كي نستخرج مضمون هذه الرموز ماذا يقولون لنا؟ الفجر هو قائم آل محمد إنه فجر العدالة إنه يوم الخلاص هكذا يسمونه إنه الفجر السعيد فجر محمد وآل محمد حينما يتبين الحق وحيث يتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود حينئذ تنجلي الحقائق حقائق محمد وال محمد عند فجر قائمهم الفجر عنوان لقائمهم وليال عشر والله هذه رواياتهم وليال عشر قال الامام صلوات الله عليه من الحسن الى الحسن من الحسن المجتبى الى الحسن العسكري فهم عشر ائمه صلوات الله عليهم والفجر قائم آل محمد وليال عشر وكأننا نعود بسلسلة الأئمة الأربعة عشر من آخر السلسلة إلى أعلاها والفجر قائم آل محمد وليال عشر من الحسن إلى الحسن من الحسن المجتبى إلى الحسن العسكري. من الحسن العسكري إلى الحسن المجتبى، من الحسن إلى الحسن. والشفع، الشفع اثنان يأتيان معا مرج البحرين يلتقيان. بحراني من العلم عميقان لا يبغي احدهما على الاخر متساويان الشفع اثنان معا علي وفاطمه ما أنا الذي اقول هذه كلماتهم والفجر قائم ال محمد وليال عشر من الحسن الى الحسن والشفع علي وفاطمه والوتر ماذا تقولون انتم هل نحتاج الى تفسير الى ادله فان الوتر وهو المفرد العظيم هو المحمد المحمود الاحمد الذات المتفرده الاولى في عالم الفيض والقدره والخلق الكلمه الاولى هذه سلسله الائمه الاربعه عشر بحسب الرموز القرانيه صدقوني اذا اردت ان اتتبع هذه المضامين في الكتاب الكريم ساحتاج الى شهور وليس الى شهر واحد هذه المضامين اتحدث عن تفسيرهم عن تفسيرهم لا تقولون من اننا ما سمعنا الوائلي يتحدث عن هذا لا شان لي بالوائلي ولا بخطباء النجف هؤلاء كارعون في نجاسات النواصب الى عمائمهم لا شأن لي بهؤلاء، لا تقولون لي انكم ما قرأتم هذا في تفسير الميزان للطباطبائي او في مجمع البيان او في بقيه التفاسير، لا شأن لي بهؤلاء، هذه قذارات النواصب لا شأن لي بهؤلاء. انني احدثكم عن تفسير علي وال علي. الذي بايعنا عليه على الاقل بالنسبه لي انا اعتقد انني بايعت عليه بايعت عليا وبايعت محمدا وبايعت الله في بيعه الغدير على ان افسر القران واشرح القران فقط بتفسير علي وال علي هذا هو مضمون بيعه الغدير أنتم لا تعرفون المضمون أنتم سفهاء كيف بايعتم وأنتم لا تعرفون مضمون بيعتكم؟ سفيه هذا الذي يوقع على عقد وهو لم يكن قد قرأ مضمون العقد أنتم سفهاء مع احترامي لكم سفهاء لا عقل لكم كيف بايعتم بيعة الغدير وأنتم لا تعرفون مضمونها؟ وكيف ركضتم وراء اصحاب العمائم القذره هؤلاء تبايعونهم وانتم لا تعلمون من انهم نقضوا بيعه الغدير وهم الذين جعلوكم تنقضون بيعه الغدير هذا هو واقعكم يا ايها الشيعه في شرق الارض او في غربها تقولون من ان كلامي ليس صحيحا جئوني بادلتكم انا طرحت ادلتي ووثائقي عبر السنين الطويله والشبكه العنكبوتيه قد ملاتها بهذه الوثائق والحقائق لا تستطيعون ان تردوا هذا الكلام لان هذا الكلام هو الحقيقه الناصعه التي لا تستطيع العقول التي تبحث عن الحقيقه الا ان تخضع عند هذه الحقيقه قرانهم مشحون بهذه الحقائق مشحون بالحديث عن سلاسل الامامه هؤلاء الأغبياء الذين يقولون نحن ما سمعنا بذلك أنتم ما سمعتم بشيء لا من قرآنهم المفسر بتفسيرهم ولا تفقهون شيئا من حديثهم أنتم لا تفقهون شيئا من دين محمد وآل محمد ما عندكم هي قذارات النواصب هذه هي الحقيقة من الآخر من دون قشور ومن دون مجاملة نذهب إلى فاصل مثال من الاحاديث التي ترتبط بهذا الموضوع الكتاب الذي بين يدي هو كتاب الاختصاص لشيخنا المفيد رحمه الله عليه المتوفى سنه 413 للهجره وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة صفحة 233 عن عبد العزيز القراطيسي قال قال أبو عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه الأئمة بعد نبينا صلى الله عليه وآله الأئمة بعد نبينا اثنا عشر نجباء مفهمون من نقص منهم واحدا او زاد فيهم واحدا خرج من دين الله ولم يكن من ولايتنا على شيء واضح الحديث عن الائمه الاوصياء الائمه من بعد نبينا وهم الذين تكون لهم الولايه على الناس من بعد رسول الله صلى الله عليه واله انهم الائمه الاوصياء اقرأ الروايه مره اخرى عليكم الائمه بعد نبينا صلى الله عليه واله اثنا عشر نجباء مفهمون من نقص منهم واحدا أو زاد فيهم واحدا خرج من دين الله ولم يكن من ولايتنا على شيء هذا الحديث وأمثاله مضمونه يرتبط بسلسله الائمه الاوصياء عندنا احاديث اخرى كتاب الغيبه لشيخنا النعماني وهذه الطبعه طبعه انوار الهدى قم المقدسه صفحة 128 الحديث الرابع عن حمران ابن أعين وفي قراءة ابن أعين سألت أبا عبد الله يتحدث عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه سألت أبا عبد الله عن الأئمة فقال من أنكر واحدا من الأحياء فقد أنكر الأموات من أنكر واحدا من الأئمة الأحياء فقد أنكر الأئمة الأموات والرواية نفسها الرواية الخامسة ايضا عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه من أنكر واحدا من الأحياء فقد أنكر الأموات الراوي مختلف لكن الرواية هي هي في صفحة 129 الحديث التاسع عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله لإمامنا الصادق صلوات الله عليه رجل قال لي: أعرف الآخرة من الأئمة ولا يضرك ألا تعرف الأول قال فقال الصادق صلوات الله عليه: لعن الله هذا فإني أبغضه ولا أعرفه وهل عرف الاخر الا بالاول هذه الاحاديث تتحدث من دون تشخيص لسلسله الائمه الاثني عشر انها تتحدث عن سلاسل الائمه الاخرى فهذه الاحاديث شامله لسلسله الائمه الاربعه عشر ولسلسله الائمه اصحاب الكساء وهكذا ما قراته من حديث عبد العزيز القراطيسي كان بخصوص سلسله الائمه الاثني عشر سلسلة الائمة الاوصياء الائمة بعد نبينا اثنا عشر نجباء مفهمون من نقص منهم واحدا او زاد فيهم واحدا خرج من دين الله ولم يكن من ولايتنا على شيء قلت لابي عبد الله محمد بن مسلم يقول: قلت لابي عبد الله رجل قال لي: اعرف الاخر من الائمه ولا يضرك الا تعرف الاول قال فقال: لعن الله هذا فاني ابغضه ولا اعرفه وهل عُرف الاخر الا بالاول؟ الحديث هنا ليس عن سلسله الائمه الاثني عشر فعندنا صنفان من الاحاديث هناك احاديث تحدثت عن سلسله الائمه الاثني عشر ولعنت واخرجت من الدين الذين ينكرون واحدا منهم او يضيفون واحدا اليهم ولكن هناك أحاديث تحدثت عن سلاسل الإمامة الأخرى بما فيها وهي الأصل سلسلة الإمامة الأم إنهم الأئمة الأربعة عشر فهذه أمثلة من الأحاديث التي تحدثت عن سلاسل الإمامة التي عقدت الحديث لأجلها في هذه الحلقه اعتقد ان الصوره ان لم تكن قد اتضحت بالكامل صارت قريبه من الصوره الواضحه نذهب الى فاصل الكتاب الذي بين يدي هو الجزء الاول من الكهف الشريف لشيخنا الكليني رضوان الله تعالى عليه المتوفى سنة 328 للهجرة قبل انتهاء عصر الغيبة الأولى التي نعرفها بالغيبة الصغرى بسنة واحدة لأن علي ابن محمد السمري توفي في السنة التي تليها سنه ثلاثمئه للهجره في شهر شعبان وهو السفير الرابع من سفراء امام زماننا الى شيعته هذه الطبعه طبعه دار الاسوه طهران ايران وهذا الباب المعنون ما جاء في الاثني عشر والنص عليهم صفحة 609 اتمنى عليكم ان تلتفتوا بدقة الى هذه الاحاديث فهذه الاحاديث ستوضح لكم جانبا اخر من الموضوع صفحة 609 الحديث الثامن عشر عن إمامنا الباقري صلوات الله عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله من ولدي رسول الله يقول من ولدي من ولدي من ولدي اثنا عشر نقيبا نجباء محدثون مفهمون اخرهم القائم بالحق يملاها عدلا كما ملئت جورا ما قال من ابنائي قال من ولدي لو قال من ابنائي مثل ما جاء في واقعه المباهله وابناءنا وابناءكم لانه لم يكن الا الحسن والحسين ابناء النبي قال من ولدي الولد والولد تشتمل على الذكور والاناث واعتقد انني تحدثت عن هذا الموضوع في الحلقات المتقدمه وجئتكم بايات من الكتاب الكريم تتناول هذه المساله قال رسول الله من ولدي اثنا عشر نقيبا علي ليس من ولده ومن ولدي يعني من الذكور والاناث فمن من الاناث يصدق عليه هذا العنوان اساسا هذا العنوان لا يصدق بالدرجه الاولى الا على فاطمه وبعد ذلك يصدق على ابناء فاطمه بالدرجه الاولى فاطمه هي يمكن ان اقول هي ولد محمد هي ولد محمد من ولد محمد لان الولد تطلق على المذكر والمؤنث وتطلق على المفرد والمثنى والجمع يمكن ان نقول ولدي ونقصد جمعا لا نقصد مفردا وهذا واضح في الادعيه والزيارات في الادعيه والزيارات حينما يكون الدعاء لولدي فان المراد من ذلك الذكور والاناث والمراد من ذلك المفرد والمثنى والجمع هذا واضح في ادعيتهم وزياراتهم لا اريد ان اطيل الوقوف عند هذه النقطه الصغيره النبي يقول من ولدي اثنا عشر نقيبا نجباء محدثون التذكير للتغليب مثلما جاء في الخطاب المذكر في ايه التطهير وفاطمه سيدتها وهكذا في بقيه النصوص من ولدي اثنا عشر نقيبا نجباء محدثون مفهمون اخرهم القائم بالحق يملاها عدلا كما ملئت جورا فعلي ليس من ولد رسول الله فمن الثاني عشر من ولدي اثنا عشر نقيبا الى اخر الروايه الثاني عشر من هو ومن هو الذي ينطبق عليه هذا المصطلح ولدي ولدي بالدرجة الأولى إنها فاطمة صلوات الله وسلامه عليه الحديث الثاني وهو الحديث السابع عشر من نفس الصفحة ستمئة وتسعة الحديث الثاني بحسب تسلسلي بحسب تسلسل الكتاب انه الحديث السابع عشر ايضا عن امامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه امامنا الباقر يقول قال رسول الله رسول الله يقول اني واثني عشر من ولدي وأنت يا علي زر الأرض يعني أوتادها يعني السبب في ثباتها الباقر يحدثنا عن جده رسول الله إني واثني عشر من ولدي وأنت يا علي هذا الثاني عشر من ولده من هو لا يضحك عليكم هؤلاء الذين هم من اتباع احمد اسماعيل قاطع ويقولون هذا هو اليماني هذا لا يحسن قراءه صلاته لا يحسن قراءه القران وقد عرضت هذا في برامج على قناه الموده الفضائيه يمكنكم ان تجدوا تلك التفاصيل على الشبكه العنكبوتيه هذا لا يحسن الكتابه والقراءه بشكل صحيح ولا يحسن قراءه القران ولا يحسن قراءه صلاته ولا يحسن الحديث بشكل صحيح اي امام من هذا الا اذا اريد من ان الامام يمكن يصير خرطي اذا هكذا نعم رسول الله يقول: اني واثني عشر من ولدي وانت يا علي انها سلسله الائمه الاربعه عشر واضحه هذه القضيه واضحه الباقر يحدثنا عن رسول الله اني واثني عشر من ولدي وانت يا علي زر الارض يعني اوتادها وجبالها بنا اوتد الله الارض ان تسيح باهلها او ان تسيخ باهلها ان تسيخ او ان تسيح كما يسيح الماء ان تسيح باهلها او ان تسيخ باهلها فاذا ذهب الاثنى عشر من ولدي ساخت الارض باهلها ولم ينظروا الحديث الثالث بحسب تسلسلي في هذه الحلقه وهو الرابع عشر زراره يقول ايضا يحدثنا عن الباقر زراره يقول سمعت ابا جعفر صلوات الله عليه يقول الاثنى عشر الإمام من آل محمد كلهم محدث من ولد رسول الله وولد علي بن أبي طالب الباقر يحدثنا عن الأئمة الاثنى عشر ليس عن الاثنى عشر الأوصياء وإنما عن الأئمة الاثنى عشر من ضمن سلسله الائمه الاربعه عشر من دون محمد وعلي من هو الثاني عشر فاطمه تقولون غير ذلك ماذا تقولون هذه معارض القول التي اتحدث عنها وازعم من انني عارف بها لا شان لي بكم تصدقون كلامي لا تصدقون كلامي لا اعبا باحد منكم مطلقا انا في مقام اداء وظيفتي في مقام اداء خدمتي للقيمه ولقائم الدين انا في مقام الخدمه للقيمه والقائم الباقر يقول الاثنى عشر الامام من ال محمد كلهم محدث من ولد رسول الله وولد علي بن ابي طالب فرسول الله وعلي هما الوالدان ما ذكرت لكم قبل قليل من اننا نجد في احاديثهم حديثا واضحا عن سلسله الامامين الوالدين فهذه الروايه تتحدث عن سلسله الامامين الوالدين وتتحدث عن سلسله الائمه الاربعه عشر حينما نجمع الجميع في سلسله واحده اقرا عليكم ما قاله الباقر صلوات الله عليه الباقر يقول الاثنى عشر الإمام من آل محمد كلهم محدثون من ولد رسول الله وولد علي بن أبي طالب يعني أن رسول الله ليس معدودا في الاثنى عشر وأن علي بن أبي طالب ليس معدودا في الاثنى عشر فمن هو الثاني عشر أنتم قولوا لي من هو الثاني عشر ومن ولد رسول الله من هو الثاني عشر هل هناك غير فاطمه هؤلاء دمروا ديننا مراجع النجاه هؤلاء هم مسخره ومهزله وصنعوا من ديننا مسخره ومهزله وصنعوا منا مسخره ومهزله تريدون ان تبقوا على هذا الحال هنيئا لكم به وظلوا وياهم ويسعد سعيد بسعيده تريدون ان تبحثوا عن دينكم لا شان لكم بي انا اقدم المعطيات وانتم عودوا الى المصادر احترموا عقولكم وعودوا الى هذه الكتب هذه الكتب ما جئت بها من خزانه امي هذه احاديث العتره الطاهره هذا هو ديننا هنا في هذه الكتب هذه الكتب هي التي يضعفها هؤلاء الاغبياء في النجف بحسب منهجهم الحوزوي الطوسي الشافعي الناصبي الباقر يقول الاثنا عشر الإمام من آل محمد كلهم محدث من ولد رسول الله وولد علي بن أبي طالب فرسول الله وعلي هما الوالدان الحديث الرابع بحسب تسلسلي وبحسب تسلسل الكتاب هو الحديث السابع صفحه 606 بحسب تسلسلي في هذه الحلقه زراره يقول: سمعت ابا جعفر اما هو نفس الحديث السابق واما ان الامام كرر هذا الكلام أمام زرارة الاثنى عشر الإمام من آل محمد كلهم محدث من ولد رسول الله ومن ولد علي ورسول الله وعلي هما الوالدان ماذا تقولون ما ذكرته لكم من سلاسل الإمامة مصاديقه واضحة انا لا استطيع ان اورد لكم كل الاحاديث انا اضع بين ايديكم نماذج وانتم تابعوا بانفسكم اذا كنتم تعبؤون لهذا الامر انتم لن تكونوا انصارا للحجه ابن الحسن اذا بقيتم على عقيده مراجع النجف اول شرط في نصره الحجه ابن الحسن ان تكون العقيده سليمه والعقيده السليمه ما هي عند مراجع النجف، ولا في كتبهم، ولا في حوزتهم، ولا في فضائياتهم، ولا في مدارسهم، ولا عند وكلائهم. العقيده السليمه في قران محمد المفسر بتفسيرهم لا بتفسير مراجع النجف. في حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم كما اصنع معكم. آتيكم بالاحاديث والروايات والادعيه والزيارات والايات واضع الحقائق بين ايديكم في لوحه واحده متكامله ولا اقول لكم صدقوني ولا اقول لكم اتبعوني لا اشتري بتصديقكم لي فلسا واحدا ولا اشتري باتباعكم لي باقل من ذلك هذه مشكلتكم وهذا هو تكليفكم ابحثوا عن عقيدتكم السليمه اذا كنتم تريدون نصره امامكم اذا تريدون ان تبقوا حميرا عند مراجع النجف هنيئا لكم بهم وهنيئا لهم بكم زراره يحدثنا عن باقر العلوم الاثنى عشر الامام من ال محمد كلهم محدث من ولد رسول الله ومن ولد علي ورسول الله وعلي هما الوالدان الحديث الخامس بحسب تسلسل هذه الاحاديث في هذه الحلقه وهو الحديث التاسع بحسب تسلسل الكتاب صفحه ستميه وثمانيه امامنا الباقر يحدث عن جابر بن عبد الله الانصاري قال دخلت على فاطمه وبين يديها لوح فيه اسماء الاوصياء من ولدها فعددت اثني عشر اخرهم القائم من ولدها ثلاثة منهم محمد وثلاثة منهم علي فعلي بن أبي طالب لم يكن قد رأى جابر الأنصاري اسمه إذن من هو الثاني عشر الثاني عشر فاطمة إذا ما جمعنا كل هذه الحقائق لا تقف عند كلمة واحدة لا تقف عند حديث واحد اذا فعلتم هكذا فذلك مطب شيطاني واضح جدا علينا ان نجمع المعطيات هذا هو المنطق السليم حينما نجمع المعطيات تتشكل اللوحه الكامله واعتقد ان الذين يتابعون برامجي يعرفون طريقتي هذه انني ارسم صورة كاملة للحقيقة من خلال جمع المعطيات فبعض المعطيات قد تعطينا نسبة من الوضوح قليلة ومعطيات اخرى تعطينا نسبة اكثر اذا ما جمعنا كل المعطيات فان الصورة ستكون واضحة وواضحة جدا دائما في برامجي استعمل هذين الاسلوبين الاسلوب الاول اسلوب اللوحه الكامله ان اجمع المعطيات في لوحه كامله واذا ما كثرت المعطيات فانني سالجا الى اسلوب الشاشات المتعدده فجابر يقول جابر الانصاري دخلت على فاطمه وبين يديها لوح فيه اسماء الاوصياء من ولدها فعددت اثني عشر اخرهم القائم، ثلاثة منهم محمد فعددت اثني عشر اخرهم القائم، ثلاثة منهم محمد وثلاثة منهم علي فعلي بن ابي طالب لم يكن قد راى جابر نقش اسمه ولذلك قال وثلاثه منهم علي علي السجاد علي الرضا وعلي الهادي وثلاثه منهم محمد فان اسم محمد صلى الله عليه واله لم يكن موجودا لم يكن قد راه جابر الانصاري فهناك محمد الباقر وهناك محمد الجواد وهناك امام زماننا صلوات الله وسلامه عليه الثاني عشر من هو الامام الذي ذكر مع الأئمة الأوصياء من ولدها من هو لم يكن بمحمد صلى الله عليه وآله ولم يكن بأمير المؤمنين من هو إذن الأوصياء من ولد فاطمة نحن نعرفهم يبدأون بالحسن المجتبى وينتهون بالقائم هؤلاء هم الأوصياء من ولد فاطمة الثاني عشر من هو هذا؟ اجمعوا كل الحقائق التي مرت اجمعوا كل المعطيات انها فاطمة وذلك دين القيمة هذا هو دين القيمة من هي هذه القيمة التي نسب الله الدين اليها هي هذه هي فاطمه نذهب الى فاصل هذا هو الجزء السادس والعشرون من موسوعه بحار الانوار والطبعه طبعه دار احياء التراث العربي وهذا هو حديث امير المؤمنين المعروف بحديث المعرفة بالنورانية. حديث حدث به أمير المؤمنين سلمان وأبا ذر. في الصفحة الرابعة من الجزء السادس والعشرين من بحار الأنوار، أمير المؤمنين يقول لهما لسلمان ولأبي ذر: يا سلمان ويا جندب وجندب او جندب هو ابو ذر يا سلمان ويا جندب فانا ورسول الله كنا نورا واحده صار رسول الله محمد المصطفى وصرت انا وصيه المرتضى وصار محمد الناطق وصرت انا الصامت انه الامام الصامت في زمن الامام الناطق هذا من قوانين الامامه لا بحسبهم هم وانما بحسب حاجه الخلق لاجل حسن الاداره وحكمه القياده وتمام الرعايه ان تاتي على احسن وجه ولاجل اللطف بالعباد كي لا يتقسموا فلو ان محمدا صلى الله عليه واله كان ناطقا وعلي ايضا كان ناطقا يغري هذا الامر الكثير من الناس للوقوع في الفتن فدفعا للفتنه عن الناس ومع كل ذلك فإن الناس كانوا يدفعون الاموال لشراء الفتن طبيعه البشر هي هذه الا نقرأ في دعاء ابي حمزه الثمالي انا الذي اعطيت على معاصي الجليل الرشا الرشا جمع لرشوه انا الذي اعطيت على معاصي الجليل الرشا انا الذي حين بشرت بها خرجت اليها اسعى بفلوس ببلاش المهم هناك فتنه كثير من الناس يبحثون عن الفتنه وهذه حكايه طويله في تاريخ ائمتنا لا اتحدث عن النواصب انني اتحدث عن الذين يقولون اننا شيعتهم ولا زالت الحكايه مستمره الى يومنا هذا مثلما نقول في تعابيرنا الشعبية العراقية افتوق افتوق يطلعون افتوق افتوق على طول التاريخ وإلى يومنا هذا أعود إلى حديث المعرفة بالنورانية أمير المؤمنين يقول لسلمان وأبي ذر يا سلمان ويا جندب فانا ورسول الله كنا نورا واحدا صار رسول الله محمد المصطفى وصرت انا وصيه المرتضى وصار محمد الناطق وصرت انا الصامت وانه لا بد في كل عصر من الاعصار ان يكون فيه ناطق وصامت قطعا اذا كان هناك أكثر من إمام وإلا في زمان إمامة الحجة بن الحسن ليس هناك من إمام صامت صحيح في زمان ظهوره وفي المقطع الزماني المتأخر بحسب الروايات سيعود الحسين سيكون الحسين موجوداً وسيكون صاحب الامر موجودا ايضا الا ان الحاكم الذي يحكم العباده والخلق هو صاحب الامر والحسين سيكون موجودا بحسب الروايات وهو الذي سيصلي على جسد امام زماننا صلوات الله وسلامه عليه بعد رحيله عن هذه الدنيا لكن منذ بدايه ظهوره الى الوقت الذي يخرج فيه سيد الشهداء فليس هناك من امام اخر فامير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حين يقول وانه لا بد في كل عصر من الاعصار ان يكون فيه ناطق وصامت اذا كان هناك امامان وهذا المعنى تبينه الروايات تبينه الاحاديث الشريفه لنا فهناك امامه ناطقه وهناك امامه صامته اذا كان الحديث عن سلسله الائمه الاوصياء عن سلسله الائمه الذين يحكمون الناس فالامام الحسن امام صامت في زمان امامه امير المؤمنين اذ كان امير المؤمنين اماما ناطقا وهكذا فان الحسين كان اماما صامتا ايام امامه الامام الحسن لان الامام الحسن كان اماما ناطقا ايام امامته والامر يجري هكذا في سلسله الائمه الاوصياء بالنسبه للصديقه الكبرى ينطبق عليها هذا المعنى بالاجمال باعتبار ان النبي محمدا صلى الله عليه واله كان اماما ناطقا فبقيه الائمه من الائمه اصحاب الكساء كانوا صامتين علي وفاطمه حسن وحسين وبعد استشهاد نبينا كان علي ناطقا اماما ناطقا وكانت فاطمه اماما صامتا ايضا لكن فاطمه ليست في سلسله الائمه الاوصياء هي في سلسله الائمه الاربعه عشر فاعليه وفعليه امامتها في قيمومتها على الدين اما بقيه الائمه فان فاعليه امامتهم وفعليه امامتهم بين الخلق بين الناس في مرحله ناطقيتهم في مرحله الامامه الصامته فانهم مامومون للامام الناطق فاطمه الصديقه الكبرى فاعليه امامتها في قيمومتها على الدين وعلى اهل الدين وذلك دين القيمه والباقر يقول هي فاطمه لنبشر انفسنا متى بعد ان تصدق على عقيدتنا بمحمد وعلي كما في زيارتها الشريفه لنبشر انفسنا بان قد طهرنا بولايتك يا ايتها القيمه. ومن حديث المعرفه بالنورانيه الى ما جاء في كمال الدين وتمام النعمه لشيخنا الصدوق وطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة صفحة 255 الحديث السابع عشر بسنده عن ابن ابي عمير عن الحسين بن ابي العلاء عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: قلت له تكون الأرض بغير إمام؟ قال لا. قلت: أفيكون إمامان في وقت واحد؟ قال لا، إلا وأحدهما صامت. الحسين بن أبي العلاء يسأل الصادق صلوات الله وسلامه عليه. تكون الأرض بغير إمام؟ قال لا قلت: افيكون امامان في وقت واحد؟ قال لا الا واحدهما صامت. قلت فالامام يعرف الامام الذي من بعده؟ قال نعم. قلت القائم امام؟ انه يسال عن قائم ال محمد عن امامنا. الحجة بن الحسن قلت القائم امام قال نعم امام ابن امام قد ائتم به قبل ذلك يعني قد ائتم بابيه قبل ذلك فهو امام ابن امام فالإمامة متصلة لماذا سأل الحسين ابن ابي العلاء عن القائم هل هو امام؟ لأنه ربما اقول انقدح في ذهنه انه لا بد من امام ناطق ولا بد من امام صامت مثلما يرى في زمان امامنا الصادق والائمه الذين سبقوا من هنا جاء هذا السؤال قال قلت القائم امام قال نعم امام ابن امام قد ائتم به قبل ذلك قد ائتم بابيه قبل ذلك فهو امام ابن امام موطن الشاهد حين سأله: افيكون امامان في وقت واحد؟ قال لا الا واحدهما صامت في صفحه 265 الحديث الحادي والأربعون بسنده عن عبد الله بن ابي يعفور انه سأل ابا عبد الله امامنا الصادق صلوات الله عليه هل تترك الارض بغير امام؟ قال لا قلت فيكون امامان قال لا الا واحدهما صامت هذا القانون واضح جدا ففاطمه امامتها امامه صامته زمان ابيها زمان امير المؤمنين هل تفعلت امامتها لان امامه الامام الصامت تتفعل في مرحله ناطقيه امامته امامتها تفعلت وكانت ناطقيه امامتها في قيمومتها على الدين والحديث عن ناطقيه وعن صامتيه فيه جهتان جهه ترتبط بحاجه العباد وجهه ترتبط باصل الفيض فنحن نقرا في دعاء شهر رجب وقد قرات عليكم بعضا منه وهو الدعاء المروي عن امام زماننا صلوات الله وسلامه عليه اسالك بما نطق فيهم من مشيتك فجعلتهم معادن لكلماتك حيث نطقت المشيه فيهم فمن جمله مظاهر ما نطقت به المشيه فيهم اقول من جمله مظاهره انني لا اتحدث عن تمام حقيقه ما نطقت به المشيه فيهم اقول من جمله مظاهره ناطقيه امامتهم فعليه امامتهم وهذا ثابت للزهراء اين في قيمومتها لانها لم تكن لها من امامه ناطقه امامتها الناطقه وهي انعكاس لما نطقت مشية الله فيها لما نطقت الحقيقه المحمديه فيها اسالك بما نطق فيهم من مشيتك تلك الناطقيه من مظاهرها قيمومتها امامتها التي تتفعل في قيمومتها على الدين وعلى اهل الدين فامامتها في مرحله امامه محمد صلى الله عليه واله وفي مرحله امامه علي صلوات الله عليه من الجهه التاريخيه كانت امامه صامته فاين ناطقيه امامتها ناطقيه امامتها في قيمومتها على الدين هذا القانون واضح قانون الامام الناطق والامام الصامت الروايات وفيره على سبيل المثال ما جاء في بصائر الدرجات لشيخنا ابي جعفر الصفار من اصحاب امامنا الحسن العسكري تجاوزت وقت الحلقه ساقرا حديثا واحدا واكتفي به مثالا كي اختم مقالي في هذه الحلقه هذه الطبعه طبعه مؤسسه النعمان بيروت لبنان صفحه اربعمئه وخمسه الحديث الحادي عشر عن الحسين بن ابي العلاء ربما هو الحديث نفسه الذي قراته عليكم من كمال الدين وتمام النعمه وربما هناك اكثر من روايه هذه قضيه نحن بحاجه الى التدقيق في تفاصيلها لكن هذا يخبرنا ايضا عن انتشار هذا المضمون في كتبنا الحديثيه قلت لابي عبد الله لامامنا الصادق تترك الارض بغير امام قال لا فقلنا له تكون الارض وفيها امامان فقلنا له هناك اكثر من متحدث بينما الحديث الذي قراته من كمال الدين وتمام النعمه المتحدث كان الحسين ابن ابي العلاء فقط لذا اقول فان الاحاديث تتكرر بتكرر المجالس وهذه موضوعات اساسيه كانت الشيعة تسال عنها قلت لابي عبد الله تترك الارض بغير امام قال لا فقلنا له تكون الارض وفيها امامان قال لا الا امام صامت لا يتكلم ويتكلم الذي قبله الامام الناطق هناك اختلاف في الفاظ الاحاديث وهذا يدل على تكرار هذه الاحاديث وتكرار هذه المقامات وتكرار هذه المجالس